السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا جماعة؟ كل الفانز والعملاء بتوع قناة أبو سليمان، النهاردة هنعمل لكم فيديو كده سريع عن الاكسسوارات المكن. وزي ما قلت ان القناة بتاعتنا دي اللي بتصور اسمها قناة ماكينات خياطة أبو سليمان. قناة تانية ماكينات خياطة بتاعتنا برضو، بس هي حاليا ما بتنزلش فيديوهات علشان كان الايميل مقفول. وان شاء الله احنا الفانز بتاعنا اي حد حتى لو هيجي ياخد اكسسوارات هيبلغ فيه احمد اخويا احمد سليمان او انا ابو سليمان او محمد سليمان، بنبقى موجودين. بيقول انا تبع قناة ماكينات خياطة ابو سليمان، ويقول ان هو شاف الفيديو بتاعنا، بيجي له خصم على الاكسسوارات حوالي 5% وفي حاجات تانية 10% من ثمنها. نديكم لمحة، احنا في 14 شارع الرواية خلف سيدناوي، قدام محل اسمه مجدي علي بتاع كوالين، وقدام شركة المروة. دي الواجهة بتاعت المحل عندنا هي اليافطة. دلوقتي هنبدأ معاكم. ايه هنا يا جماعة؟ في عندنا ابر اهو. طبعا احنا عندنا كميات، اي كميات مطلوبة في الاكسسوارات موجودة، بس احنا ايه بنوريكم العينات. في عندنا هنا ابر مكن صناعي اوفر وخياطة كل المقاسات، وفي هنا ابر المكن الحريمي برضو كل المقاسات. في عندنا الوشاش والسنون بتاعت المكن الجوكي والمكن الزجزاج، يعني في برضو وشاش مطلوبة مننا في محافظات، احنا برضو بنشحن اكسسوارات. يعني الوش ده بتاع مكنه 298 مش موجود منه الا في الشركه، احنا عاملينه بسعر حصري. يعني سعر الوش ده 105، بيتباع في الشركه ب 180 جنيه. بصوا يا جماعه، الوش اصلي مكتوب عليه ايه؟ سينجر اهو، ده الوش الاصلي بتاع المكنه. في طبعا عندنا هنا وشوش تانية، مكنه اللي بيخيط الجلد، وشاش الفوندي والسنون بتاعتها، وموجوده عندنا كمان كل انواع العيارات، يعني اي نوع للعيار بتاع مكنه كبيره سواء اوفر او جاك او سانسير برده موجود. في عندنا هنا طقم كروشيهات الاوفر اهو موجود، وعفوا لو الصوت مش واضح عشان احنا بنصور في الشارع، اسفين. برده بص عندنا حريك الحاجه، في انواع، يعني في نوع من ده اسمه اتش 1 وفي اتش 3 وفي يوهان، كل الانواع موجوده. طبعا احنا ايه اي حد هي هنعمل له خصم كويس على المكن على الاكسسوارات، واحنا خدامينكم في اي وقت انتوا تيجوا، انتوا اهلنا والفانز بتاعنا. بصوا بقى يا جماعه، بالنسبه للكروشيهات، يعني كروشيه المكنه الجاك او السانسير، الكروشيه ده عليه خصم 25 جنيه من ثمنه، لان طبعا انا مش بعرف اقول سعر الكروشيه، لان في منه من اول 45 جنيه لحد 145 جنيه. ومحدش يا جماعه يقول لكم انه في كروشيه ياباني، لان في ناس بتقول ان في انواع كروشيهات ياباني، طبعا ده مش حقيقي. وفي عندنا الابر اللي هي بتاعت المكنه السرفله السجاد، يعني ابر المكنه السرفله السجاد موجوده، وابر المكنه اللي بخيط الشكاير موجوده. وفي عندنا طبعا مقصات تشطيب، عندنا قمصان المكوه، وجالي دفعه مقصات الكهرباء، ده حصري يا جماعه عند محل ابو سليمان، معرض الحاج سليمان فقط. المقص ده بيتحط له حجرين وحضرتك بتدوسي اهو، ماسكه المقص اهي بتدوسي كده بس. هنا في موسين بيطلعوا وينزلوا، بقدر وانا بقص اخد ملف في اي حاجه انا بقصها. المقص ده سهل وحامي جدا وعليه ضمان كمان سنه. طبعا المواسير موجوده اهي معانا اهي كلها، وفتحت العرايه موجوده، وفكات الالانكي، في حاجات كتير. عندي طقم الشوك اهو، ده اللي بيثبت القماش على البنك، وعندي منه كل الموديلات بتاعته عشان في منه مقاسات كتير. اي حد هيجي يا جماعه يقول انا، وعندنا طبعا الزيوت بكل مقاساتها وكل احجامها. ان شاء الله اي حد هيجي يقول انا من طرف الحاج سليمان، القناه بتاعت ماكينات خياطه ابو سليمان، هيبقى ليه خصم ان شاء الله. واحنا على وعد معاكم ان اي جديد هينزل ما تنسوش يا جماعه الاشتراك في القناه. ورقمي انا ابو سليمان 011-53-82-3046. يعني اي حد بيتفرج على الفيديو يحاول ياخد الرقم برضه اهو في الكارت بتاع المحل عندنا اهو. يعني اي حد ياخد له سكرين، ده رقمي انا طارق اهو، وده رقم محمد اخويا. الرقمين دول فيهم واتس يا جماعه
اهو، ونتشرف بيكم وان شاء الله دعمكم معانا، انتوا بتوصلونا، وان شاء الله اي حد هيجي يدخل خلف سيدناوي في 14 الرواية. والسلام عليكم ورحمة الله.